السلام عليكم ورحمه الله، حيا الله متابعين قناه هاوي عدد. اليوم راح نقدم لكم جهاز من شركه لاغونا بانسو موديل 14 بي اكس. راح نتكلم اليوم عن مواصفاته التقنيه وميزاته، تابعونا. خلونا بدايه نتكلم عن الماطور والكهرب. قوه الماطور 2.5 حصان، والكهرب راح يسحب عندنا 9.8 امبير، يعني راح تستخدم كهرباء البيت. 13 امبير كافي انه يشغل الماطور. وعندنا في وسط الماطور مروحه للتبريد، فهم راح يسخن معانا وقت الشغل. هذا راح يعطينا سيفتي في الجهاز. طول المنشار اكثر طول 114 انش وثلاثة ارباع، واقصى حد 116 انش. خلونا نتكلم عن مقاسات الجهاز. الجهاز عندنا الطول 75 سنتي والعرض 65 سنتي وارتفاعه 185. حجمه جدا مناسب للورش الصغيره والورش المنزليه، راح يعطيك اداء قوي وحجم صغير. عندنا الفنس متحرك، راح يقص معانا الى 31 سنتي من الفنس الى المنشار. واذا حبينا نتاكد انه زاويه 90 بهذا الشكل، يحتاج نعدل من هذا البلطين بالالنكي. هذا راح يدفعه للامام وهذا راح يدفعه من تحت، ونضبط الزاوية 90. لو نلاحظ عندنا ثلاث بلطات، هذه موازنة الفنس لليمين واليسار، نحاول نخليها زاوية 90 مع المنشار. وهنا عندنا قطعة بلاستيكية نحركها بالألنكي، نرفع وننزل الفنس، نخليه طاير بالهواء، نحط مفتاح الألنكي، نرفع الفنس. نقدر نفتح الفنس نخليه قائم بهذا الشكل، أو نفتح من وراء، نستعمله لما تتعدى 1 سنتي. يحتاج نقلبه عشان الأمن والسلامة، ما يكون الفنس أو المساحة بين الفنس والمنشار ضيقة وما نقدر ندف الخشب. اللي يميز شركة لاغونا أنه دائما تحط مفاتيح سريعة الفتح، ما يحتاج أدوات، راح يفتح معانا الباب. عندنا العجلة فيها كراون ربل يمسك المنشار ما يخليه يروح يمين يسار. عندنا هذه العجلة نقدر نشد فيها المنشار، نرفع وننزل. لو نلاحظ المؤشر راح يرتفع معانا هنا فقط للشد. عندنا سماكة المنشار من 3 ملي إلى 20 ملي، سمك الشفرة أو المنشار اللي يركب على هذا الجهاز. هذه الأجست السريع، إذا حبينا نشيل المنشار ننزل هذا الذراع ونطلع المنشار، وإذا حبينا نشده شد عندنا المنشار. من برا عندنا نافذه عشان نتاكد، بدل ما نفتح الباب نقدر نشوف من النافذه ونشد المنشار. اللي يميز هذا المنشار ويختلف عن باقي المناشير هذه القطعه، عندنا اللي تمسك المنشار 4 حبات من السيراميك من فوق ومن تحت، عكس المناشير الثانية تكون رمان بلي. هذه عندنا حوالي 2 سنتي من السيراميك وتركيبها جدا سهل، كلها مفاتيح سريعة الفتح والإغلاق. عندنا المفتاح الرئيسي نقدم نرجع على حسب سماكة المنشار. بعد ما ناخذ السماكة نفتح هذه نقدم نرجع، فعندنا كامل التعديلات للمقاسات. هذه راح تسند المنشار من وراء، وهذه راح تسند من اليمين، وهذه من اليسار. هذه القطعة الثانية السيراميك نفس الشيء، مفاتيح سريعة الفتح والإغلاق عشان نضبط مقاس المنشار. عندنا قطعتين فوق وتحت. عندنا هذا الجزء نقدر نتحكم فيه بالارتفاع نزول من هذا الشكل. لو نلاحظ شلون سلاسة العجلة، فضل هذه التقنية جدا أسلس وأثبت في الرفوع والنزول. وعندنا القفل عشان يثبت معانا ما راح يتحرك. عندنا أقصى ارتفاع راح نقصه إلى 33 سنتي اللي هو 13 إنش. عندنا زر تشغيل مغناطيسي، في حال ضغطنا راح يمسك الكهرب معانا، ولا سمح الله انطفى الكهرب أو فصل الكهرب ورجع ما راح يشتغل معانا الا اذا ضغطنا مره ثانيه، لان هذا في خاصيه الزر المغناطيسي، هذا زر الايقاف. هذه في حال اي طوارئ نضغط راح يوقف معانا مباشر المنشار.
عندنا زر إيقاف ثالث اللي هو البريك. أي طارئ مباشر راح نضغط هذا البريك يوقف عندنا المنشار بشكل سريع في حالات الطوارئ. هذه العجلة اللي يمشي فيها المنشار، نفس الشيء عندنا كراون برابل في حال دوران المنشار راح يثبت ويوازن نفسه في النص. عندنا هذا البريك نقدر نشده من وراء في حال انه ارتخى. كثير اللي يستخدمون هذا المنشار يحاولون يضغطون البريك ما راح يوقف معاهم، يفكرون ان الفحمات انتهت صلاحيتها. يجرب ويشوف اذا كان مرتخي فقط يشده وراح يشتغل معاه البريك مره ثانيه. والاضافه الجميله عندنا بروش لتنظيف تورس او عجله المنشار في حال دوران القص راح نحصل على انشاره. هذا البروش راح ينظف المنشار ما يخليه يحشر بين المنشار ويولد حراره ويخرب لنا المنشار. مجرد ما ينظف راح تنشفط النشاره من هنا ومن تحت. عندنا تحت مفتاحين لميلان الطاوله، الطاوله تميل الى 45 درجه للجهه اليمين ولليسار تميل الى 15 درجه. نفتح المفتاحين، اذا عاقنا ما نقدر نلف المفتاح نسحب على تحت ونكمل اللفه. بنفس الشكل بالمفتاح الثاني نقدر نميل الطاوله نقفل تمسك معانا. وعندنا ستوب من الجهه الثانيه، مسمار الستوب لزاويه 90، نضبط الطاوله زاويه 90 وننزل هذا المسمار علشان في حال ميلنا الطاوله 45 او اي زاويه ثانيه وحابين نرجعها مجرد ما نرجعها راح ترجع زاويه 90 مره ثانيه. عندنا منفذين لشفط النشاره من تحت ومن فوق، وهذه المسامير لموازنه عجله المنشار. في حال كان المنشار مايل نفتح ونربط باللي فوق واللي تحت بدون تحريك اليمين واليسار. البانسو من شركه لاغونا موديل 14 بي اكس، اداء كبير وحجم صغير يناسب الورش الصغيره والمنزليه. لا تنسون تسوون اعجاب ونشر الفيديو واشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد من قناتنا.